مرحبا. عسلامة. أكتر من 5000 شركة من 125 دولة كانوا مشاركين السنة دي في معرض الجلف فود في دورته 28، وده أكبر معرض للأغذية والمشروبات في العالم. المعرض بيكون موجود كل سنة في دبي، وبيبقى فرصة كبيرة جدا لكل أصحاب الشركات، لأنه بيتجمع فيه كل المصنعين والموردين والموزعين من مختلف أنحاء العالم. ده غير الفعاليات المختلفة اللي كانت موجودة في المعرض السنة دي، كانت من ضمنها ندوات الجلف فود إنسباير، واللي حضرها عدد كبير من رجال الأعمال، وتناقشوا من خلالها عن قضايا الاستدامة وهدر الطعام. ومن الحاجات المختلفة السنة دي كانت الفود فيرس، واللي من خلالها هنبدأ نعرف الاكتشافات الجديدة للميتافيرس في مجال الأغذية، زي المطاعم اللي هتكون موجودة في العالم الافتراضي وطباعة الطعام ثلاثية الأبعاد. ده غير المطاعم والشيفات اللي كانوا موجودين من كل العالم بيقدموا أكلات مختلفة. بيتزا، عيش، أحب العيش أسوي وأنا مغمضة. والسنة دي كمان مساحة المعرض زادت أكتر من 30% عن كل سنة عشان تقدر تستوعب عدد أكبر من السنين اللي فاتت. فالمعرض بيكون فرصة لكل الناس المهتمة بالبزنس، لأنك هتقدر تبني علاقات في جميع المجالات ومن كل أنحاء العالم. فتابعنا الفترة الجاية لو مهتم تعرف تفاصيل أكتر ومواعيد عن كل الفعاليات اللي هتكون موجودة في دبي 2023.